وإلى منطقة الخيام في جنوب لبنان ننتقل مباشرة وزميل محمد فرحات. مساء الخير محمد. مساء النور سمر لك ولجميع المشاهدين. تفضل محمد، كيف هي الأجواء الآن في الجنوب وما هي آخر التطورات؟ سمر، يمكن الحديث أن المشهد هنا في القطاع الشرقي للحدود مع فلسطين المحتلة تختلف عن المشهد في القطاع الغربي، حيث يتواجد الزميل رامز القاضي، وذلك من خلال أن هذه المنطقة بالتحديد في الخيام وتحديدا عند الحدود مع مستعمرة المطلة أو حتى بلدتي مزارع شبعة وتلال كفرشوبة المحتلتين كان الوضع هادئا طيلة هذا النهار ولم يسجل أي عمل أمني في تلك المناطق. المشهد الذي يمكن أن نراه في هذه النقطة بالتحديد حيث نحن نتواجد الآن هو مشهد الذعر المتواصل لدى العدو الإسرائيلي، إن كان لدى المستوطنين في البداية أو حتى لدى عناصر الجيش الإسرائيلي، إن كان ذلك من خلال ما نراه داخل المستعمرة حينما استطعنا أن نرصد حركة المستعمرين داخل المستعمرة والذين تركوا منازلهم وسلموها إلى عناصر من الجيش الإسرائيلي الذين يسكنون داخل هذه المنازل والذين قاموا بإطفاء الأنوار وقاموا بإغلاق النوافذ في كل المنازل التي يمكن أن نشاهدها في هذه المنطقة بالتحديد، علما بأن مستعمرة المطلة هي من أبرز المستعمرات السياحية في لدى العدو الإسرائيلي وفي الأراضي المحتلة. يمكن الحديث أيضا عن التحليق المستمر والمتواصل للطيران الحربي الإسرائيلي في سماء هذه المنطقة والتي تنفذ طيرانا طوليا ودائريا على طول هذه المنطقة دخولا خروجا من الأراضي المحتلة وحتى من سماء الجليل وصولا إلى هذه النقطة بالتحديد. كنا قد رصدنا العديد من الجنود يقومون بالتبديل بينهم بعضهم بعضا من داخل هذه المنازل، ويمكن أيضا أن نؤكد تواجد العشرات من جنود الاحتلال داخل الأحراج وبين الأشجار التي تتوقف فيها أو الموجودة داخل مستعمرة المطلة. في الجانب الآخر من الحدود وتحديدا عند مزارع شبعة وتلال كفرشوبة أيضا طائرات الاستطلاع كانت قد حلقت بعلو منخفض طيلة هذا النهار في سماء تلك المنطقة، لم يسجل أي خرق أمني أو أي اعتداء أمني في تلك المنطقة، بل على العكس كانت هناك مشاهد وفصول جديدة من الذعر الإسرائيلي الواضح من خلال ما أشيع من أكاذيب طيلة هذا النهار ومن شائعات حول استهداف الجليل الأعلى بعدد من الصواريخ التي أطلقت من الداخل اللبناني، ولكن هذا الأمر كان عارا عن الصحة وغير صحيح. المنطقة الآن ستنتظر ماذا ستؤول إليها الساعات المقبلة، خصوصا لما يحكى عن رد لحزب الله على العملية التي حصلت في القاطع الغربي من الحدود، وهل فعلا ستكون من ضمن قواعد الاشتباك كما حصل يوم أمس وصباح يوم أمس باستهداف 3 مراكز للعدو في الأراضي اللبنانية المحتلة في مزارع شبعة وتلال كفرشوبة. أكيد الساعات المقبلة ستحمل الإجابة عن هذا السؤال سمر. شكرا لك زميل محمد فرحات على هذه المعلومات.